فقبل ما نواصلوا ونكملوا دائما نذكروا احنا اليوم جمعنا هذه الجمعيه جمعيه اجيل. فنتمنوا اننا دائما نشاركوا ونعطيو من قلبنا لواحد الفئه من المجتمع ديالنا، واحد الفئه اللي يعني كنعرفوا ان كل واحد مريض خاصه ناخذوا بيديه خاصه الاطفال. فقبل ما نواصلوا غادي ننادي على الزميل رشيد العلاني اللي حضر معنا. صافي بليزير، انا كنشوف اخويا في التلفزيون دابا بقيت كتشوف فيا. بونسوار رشيد. صافي بليزير، تصفيقات على رشيد ما علمتينيش بعدا. السلام عليكم. عليكم السلام. كاين هو الغريب عن هذا الجمهور ديال الطرب الاندلسي يكون سبيسيال بحال دايرين لهم كاستينغ وشتي تصفاق ديالهم ماشي عادي. ها ميمكنش غير تفقاسي تقولي برافو عليكم تبارك الله عليكم. شتي كتبان لك النعومه ديال اليدين من تصفاق. تبارك الله عليكم وغير هذا وصافي في بليزير انني نكون معكم هنا وغادي نوصل هاد لافيتاسيون. بيان سور حنا دائما مثل هاد التظاهرات خاص الفنان ولا الاعلامي ولا اي واحد يكون حاضر في هاد المناسبات هادي. فشكر لك انت كذلك. وانا عجبوني هاد الاخوان صراحه تفيقات مميزه هاد المجموعه المميزه اسد الشريف الوزاري واللي والناس العارف بانه هنا اغلبيه ناس مولوعين